أعلن عدد من معتقلي الرأي في تونس دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على استمرار حبسهم منذ نحو 8 أشهر دون اتهامات ثابتة ضدهم. وأصدر المعتقلون عصام الشابي وعبد الحميد جلاصي وغازي الشواشي وخيام تركي ورضا بالحاج الملاحقون فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة إعلاما بالإضراب من مقر إيقافهم بسجن المرناقية قرب العاصمة. وكان القيادي في جبهة الخلاص الوطني المعارضة جوهر بن مبارك قد أعلن إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ أكثر من أسبوع. مشاهدينا للمزيد أرحب بضيفتي من تونس السيدة سعيدة العكرمي المحامية وزوجة نور الدين البحيري. أرحب بك سيدة سعيدة. إذا إضراب مفتوح عن الطعام من قبل مجموعة من معتقلي الرأي، ما الهدف؟ شكرا سيدي. بدأ الأستاذ جوهر بن مبارك منذ أكثر من أسبوع إضراب عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين الموجودين والقابعين بسجون تونسية، سواء وكذلك سجناء الرأي والمدونين القابعين في السجون، والكف عن فبركة وتلفيق التهم وتجهيز ملفات قضائية فارغة. رفع أيدي السلطة التنفيذية عن القضاء، هذه مطالب بدأ بها الأستاذ جوهر بن مبارك، ثم توسعت رقعة المضربين عن الطعام وتوسعت إلى باقي القادة السياسيين القابعين بالسجون، ثم معناها القادة في المحشورين في قضية مزعومة ما تسمى بقضية التآمر، ثم دخل في إضراب جوع رئيس الشرعي لمجلس نواب الشعب الأستاذ راشد الغنوشي، كما دخل في بدل إضراب الأستاذ نور الدين البحيري، وكذلك العديد من المناضلين والمدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين، والعدد بدأ يتوسع، وكذلك البعض من العائلات. وهناك البارح بدأت العائلات المعتقلين اعتصام مفتوح بمقر الحزب الجمهوري، وهناك الكثير من المتعاطفين والكثير من السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان دخلوا في إضراب عن الطعام للمطالبة برفع المظلمة عن المعتقلين السياسيين اللي معناها المناضل السياسي يلقى إلا الجسد نتاعو، معناها أصبح النضال بالجسد. نعم. لأنه المحامين ولسان الدفاع وهيئات الدفاع التي استبسلت في الدفاع عن هؤلاء المعتقلين بالشكايات وبمطالب وبمطاعم، لكن الملفات ما زالت تراوح رفوف قضاة التحقيق، وهي ملفات فارغة، ملفات ملفقة، معناها ليس هناك طيب. أي فعل إجرامي قام به هؤلاء القادة السياسيين طيب. وغيرهم. إذا السلطات لم تستطع حتى اللحظة تقديم أي تهمة واضحة ضد هؤلاء المعتقلين السياسيين، ولم تستطع أن تقدم أي دليل عليهم، كيف تبرر استمرار اعتقالهم إذن؟ الملفات أنا نقول ملفات فارغة، ومثلا ملف الأستاذ نور الدين البحيري اللي هو مودع من أجله السجن، هو الأستاذ نور الدين البحيري توقف في 13 فيفري
2023 معناه تم الاعتداء عليه بالعنف من قبل معناه اعوان الامن، وتم وكسر بيده وبأربع اضلع، وعمليه جراحيه دامت اكثر من 4 ساعات، والى حد الان هو يقبع بسجن المرنقيه. هذا انا نبرر لقاء انا نبرر معناها مواصله احتجازهم ومواصله اعتقالهم هي رغبه من السلطه السياسيه لتصفيه خصم سياسي. نعم. طيب هذه الحمله للاضراب عن الطعام هي يعني نضال من خلال الأمعاء الخاوية، إلى أي مدى برأيك تشكل ضغطا على السلطة في تونس، في تونس سلطة قيس السعيد، وتدفعه أو تجبره ربما بشكل أو بآخر على انفراج أو عمل انفراج في الوضع الحقوقي المتردي في البلاد؟ نحن أمام مطالب الإفراج التي قدمت إلى السادة قضاة التحقيق للإفراج عن المعتقلين السياسيين. هناك عدة طعون وعدة مطاعن إجرائية وفي الأصل قدمت للسادة القضاة، لكن معناها ما لقيناش حل، ما فما معناها لم يقع الإفراج عليهم، رغم معناها أن الملفات كما قلت لك ملفات لا ترتقي إلى أنها تكون جريمة. هذا مما حدا بالمعتقلين أنهم باش ينازلوا بأجسادهم. المعتقل شنو عنده في السجن؟ عنده جسد المنهك، جسد منهك. مثلا الأستاذ راشد الغنوشي 82 سنة، الأستاذ نور الدين بحيري والأستاذ الشواشي والأستاذ غير هم معناها بداوا يدخلوا في مرحلة معناها هم كهول معناها 60 و62 و65 سنة، أبدان منهكة أثقلها الزمن. أنا نقول مثلا الأستاذ نور الدين بحيري مازال كيخرج من إضراب عن الطعام لمدة 67 يوم في سنة 21، في 31 ديسمبر سنة 21 تم اختطافه واحتجازه قسريا وبقى 67 يوم في غرفة إنعاش بمستشفى بمدينة بنزرت، فجسده أصبح منهك. لكن رغم هذا فهو ما دامت الهمة عالية وما دامت أنهم يؤمنوا بعدالة قضيتهم، ما داموا أنه يؤمنوا ببراءتهم، ما داموا أنه يؤمنوا أنه تونس هذه للجميع، تونس لهم هم ولغيرهم بأنهم يكونوا موجودين فيها، فهالأجسام المنهكة هذه أصبحت معناها هم يدافعوا بها. لكن هذه معناها هي رسائل للشعب التونسي انه في تونس هناك ناس مظلومين داخل السجون، رساله كذلك للحقوقيين وللجمعيات الحقوقيه سواء في داخل تونس او خارجها انهم هناك مساجين، هناك محتسين معتقلين لا لشيء الا لانهم يؤمنوا بالحريه، يؤمنوا بالديمقراطيه، انهم يحبوا تونس. لا. رسالة كذلك للقضاة، للسادة القضاة، انه راهو معناها ننتظروا منهم انهم يكونوا هما الفيصل، هما اللي باش يعدلوا، هما انه باش ينصفوا المعتقلين هذوما، انه راهو الناس هذوما اذا كان واحد منهم يتوفى لا قدر الله داخل السجن، فكلهم معناها كن في رقبة كل من شارك، كل من خصص، كل من وقف، كل من معناها شاب التعليمات، كلهم معناها يكونوا أمام الله معناها تلتقي الخصوم. شكرا لك سيدة سعيدة العكرمي المحامية وزوجة نور الدين البحيري، كنت معي من تونس.